وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألصقوا بذوي الغيار تتسع قلوبكم. ويروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل عليه السلام: دلني على أعبد أهل الأرض. قال: فدله على رجل قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره وسمعه وهو يقول: اللهم متعتني ما شئت أنت وسلبتني ما شئت أنت وأبقيت لي فيك الأمل يا بار يا وصول. ولا تتعجبوا، هذه عمان كان فيها أهل المصائب، كان فيها الجذام في السابق، زين الشياب، يعني من أدرك الشياب ويسألهم يعرفون هذه الأمور. كان صاحب الجذام خلاص يكاد يكون سائح في الأرض، ما له مكان يستقر فيه ولا يقترب من الناس، وإنما كان يلقى له الطعام في مكان، يعني يترك له الطعام في مكان بعيد، يجلسه إذا مر بقرية وهو بحاجة إلى طعام أو شراب يوضع له الطعام، يجلس بعيدا، والناس خلاص أصبحت تعرفه، فيمرون على القرى ويبيتون هكذا في العراء وفي أي مكان، وها لحومهم تتساقط، هذا البلاء. طيب، ابتلاء عظيم، فالناس تحمل لهم الطعام والشراب بعيدا، تضعه بعيد، ثم يأتي بعد ذلك ويأخذه ولا يقترب من الناس، هذا البلاء موجود. ورغم ذلك تجد فيهم العباد وتجد فيهم أهل الصبر، تجد فيهم العباد وتجد فيهم أهل الصبر. ولذلك النعم التي يعيشها الناس اليوم في هذا الزمان، ما أدري يعني هل أقول ما أظن أن بعدها نعم، نعم الله سبحانه وتعالى عديدة وكثيرة، لكن المعنى ما الذي يحتاجه الإنسان غير موجود له الحمد لله، ما الذي يحتاجه الإنسان من المتع والمباحات واللذات وهو غير موجود اليوم؟ ما هي الأسباب أو الوسائل المعينة على السير زين وهي غير موجودة اليوم؟ كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، العلم متوفر، طيب، والمال الحمد لله متوفر، والراحة متوفرة، وإن كانت متباينة هذه الأمور لكنها في الغالب موجودة. فهل كثر المتسابقون وكثر السالكون لكثرة هذه النعم أم تقاصروا؟ فإذا كان الإنسان لم يتخذ الدنيا مطية للسير إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد ويغتنم الفرصة، فرصة وجود الصحة والعافية والشباب والمال والأسباب المعينة، فمتى سيتحرك؟